يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا إن شاء الله راح تكون سهلة وقصيرة إن شاء الله، اللي هي تتضمن المصفوفات والمحددات. المصفوفات يعني راح نتطرق لها بشكل سريع، لأن إحنا اللي يريد نوصل له بأن هو مهارة حساب المحدد من أي درجة، من أي درجة. وهاي يعني مسألة لازم طالب الرياضيات يتعلمها، ولأنه يحتاجها في يعني المراحل القادمة، وأيضا يحتاجها بعد ما يتخرج ويكون أستاذ في الرياضيات. راح نسوي مشاركة على مود الشاشة حتى نبدأ إن شاء الله. الشاشة اللي قدامكم هسه نعتبرها هي السبورة يعني اللي نكتب عليها. فالمصفوفة مثل ما تعرفون بأنه يرمزوا لها برموز الحروف الإنجليزية الكابيتال نقول، وهي عبارة عن تشكيل من الأرقام على شكل صفوف وأعمدة. وتكون مثلا الاي كابيتال هذا الشكل، اي واحد واحد، اي واحد اثنين، الى مثلا اي واحد ان، واي اثنين واحد، اي اثنين اثنين، الى ايضا اي اثنين ان. فهذه تشكيل من المصفوفات، يعني تشكيل من الأرقام العفو، راح يستمر لكل الصفوف اللي عندنا بشكل تام، يعني راح يوصل إلى مثلا n بواحد، n باثنين، إلى n بn، n بn. هاي إذا كانت مربع، يعني المصفوفة إذا كانت مربعة تكون بهذا الشكل n في n. وأيضا عندنا مصفوفات مو مربعة، يعني راح يكون عندنا خلينا نقول m هنا، m بm، وهنا أيضا m بm، فتطلع درجة m في n. فكل مصفوفة لها درجة و لها رتبة. هاي الرتبة هسه مو شغلنا، هي يعني انتم في مواد الجبر الخطي المفروض اخذتوا رتبة المصفوفة، فاحنا جاي نسولف على درجة المصفوفة اللي هو عدد الصفوف في عدد الدرجة، يعني يكون ان في ام، هاي الدرجة مالتها. وعندنا هواي يعني من القضايا اللي تخص المصفوفة، يمتى تتساوى المصفوفة، يعني يمتى شلون تنجمع، شلون تنطرح، شلون نطلع الانفيرس، يعني كل العمليات اللي تخص المصفوفات، كل العمليات اللي تخص المصفوفات. فهذا شيء يعني ثانوي احنا نقدر نتخطاه ونروح للشيء اللي يريد نوصل له، اللي هو المحددات، اللي هو المحددات. طبعا المحددات تعتمد على درجة المصفوفة، ويعني أغلب الماخذين سابقا هو ماخذين عن طريق حساب المحددات بطرق وأساليب معينة، يعني مثل إجراءات يعني ثابتة تقدر تحسب بها المحدد. لكن احنا مو هذا اللي نحكي عليه، اللي نحكي عليه بانه ممكن هذه المصفوفات تكون عبارة عن مثلا درجات عليا، 4 في 4، 5 في 5، وهكذا. فهاي الدرجات العليا لازم احنا نعرف شلون نحسب المحدد مالتها. وافضل طريقة يعني انا شفت، طبعا هو طرق لايجاد المحدد، يعني قلنا هالإجراءات، وعندنا أيضا حساب المحدد باستخدام
يعني العوامل المرافقة اللي هي تحذف صفو عمود. هاي تقريبا شبهها، لكن هي طريقة جاهزة وتفصيلية أكثر، يعني تكون تفصيلية أكثر. فلو عدنا محدد لمصفوفة مثلا أي، اللي هو مثلا حدد المصفوفة. أولا هو شنو المحدد؟ المحدد هو عبارة عن دالة. هذه الدالة يعني لو جينا هسه نريد نعرف المحدد، المحدد يرمز له بهذا الرمز، يبدي من مصفوفة من مجموعة المصفوفات المربعة ان في ان على الار على السي. شوف انت قامك منين، يعني ياخذ مصفوفة ان يوديها الى عدد حقيقي. اذا هو دالة من مجموعة المصفوفات المربعة الى هذا العدد الحقيقي، هذا العدد الحقيقي. طبعا هذا الرمز راح تكون المصفوفة في داخله. فلو عندنا مثلا مصفوفة 2 في 2 مثلا 5 1 3 0، فراح ينطينا بين المحدد مالته هو عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب القطر الثاني. وهذا الرئيسي يعني 5 في 0 0 ناقص 1 في 3 3، يعني يطلع ناقص 3. هذا بالنسبة للمصفوفات يعني 2 في 2. وقلنا احنا اكو خواص ايضا للمحددات، اللي هي مثلا مصفوفة المصفوفة المحدد مال المصفوفة الصفرية صفر، المحدد مال المصفوفة اذا كان بعنصرين متساويين او عنصرين او العفو صفين متساويين او عمودين متساويين فيطلع صفر. ايضا اذا كان بصف او عمود واحد على الاقل صفر، فهو محدد مالته صفر. وايضا اذا كان عنده صفين او عمودين متناظرين، يعني اكو نسبه بيناتهم، لو قسمت كل عنصر على العنصر المناظر له راح يطلع نسبه ثابته في كل الصفوف او الاعمال. مثلا لو ناخذ مصفوفه نقول ايضا 2 في 2 حتى تكون سهله، وناخذ 6 و9، فهذا متناسبات. ليش؟ لان 9 على 3 3 و6 على 2 3 ايضا، فاكو نسبه اللي هي 3. فخلنا نحسب المحدد مالته. المحدد مالته راح يكون 2 في 9 اللي هو 18 ناقص 3 في 6 اللي هو 18، فيطلع المحدد ايضا صفر، فيطلع المحدد صفر. اذا انا المحدد اذا كان بصفين او عمودين بيناتهم نسبه ثابته راح يكون هذا المحدد يساوي صفر. فاكو يعني هواي امور للمحدد، مثلا المصفوفه التناظريه المتناظره، المصفوفه المتناظره اللي هو المثلث فوق الخط الرئيسي، يعني هو نفسه المثلث اللي تحت الخط الرئيسي فنسميها متناظرة. هاي المصفوفة المتناظرة يعني أيضا ممكن تحويلها إلى مصفوفة مثلثية عليا أو سفلى، وبالتالي المصفوفة المثلثية العليا أو السفلى أو القطرية بشكل عام، حساب المحدد لها يساوينا حاصل ضرب عناصر القطر الرئيس، حاصل ضرب عناصر القطر الرئيس. دكتور، ما بحصلك ولا زحمة. نعم الشاشة سودة من دكتور، وين؟ ما جاي، أنا ما جاي نشوف. يلا ماشي بس نشوف. نعم نكمل إذن. أهم سؤال دكتور، قبل شوية راجل ظهرك ليش هسه مسلسل، ظاهرك؟ ما أعرف خاف والله، من يمك، خاف من يمك. طلاب يمكن جاي يشوفوا المحاضرة ولا لا؟ طلاب اي شاشة سوداء ثاني واضحة طالعة صورة. يعني، بس يمني يلا نخرج وارجع. أنا اي الضب أطلع بابا من كاشة يمك. سوداء.
من يمك شكرا والله. نعم دكتور هلا بك. دكتور حتى انا الشاشة فنكمل. السوداء اي بابا العده شاشه سوداء يطلع وبعدين يدخل مره ثانيه. لان انا داخل وياكم بحساب ثاني فجاي اراقب يعني ما ابي اشيل الشاشه. ما عادش. فعموما نكمل. المحدد ايضا اللي يريد اوصل له وناخذ عليه امثله يعني المحدد اللي هو 3 في 3 يعني لو نحسب المحدد المصفوفة هذه مثلا اللي هي 2 بصفر 1 وصفر 1 بسالب 2 و3 بصفر 5 أريد أحسب هذه المحدد لهذا المصفوف. طبعا احنا سابقا كنا ننقل عمودي اللي هنا و يعني نستخرج حاصل ضرب العناصر اللي على اليمين وعلى اليسار وطرق مختلفة لحساب هذا المحدد صراحة. فالمحدد مالتنا لو حسبناه بأي طريقة مثلا، أنا عندي طريقة مثلا سابقا للثلاثة في ثلاثة، يعني حاصل ضرب عناصر قطر رئيسي راح نضربهم اللي هو يساوي لي 10 زائد، هاي كلها زائد، بعدين مع نفس المستوى الفوق القطر الرئيسي 2 نضربه بالبعيد اللي هو 3 اللي هو هذا، فيصير ناقص 2 في 0 في أي كمية 0 زائد، بعدين اللي جوا في البعيد فأيضا 0 ناقص. هسه نبدأ بالثانوي، ثانوي راح يعطينا 3 ناقص اللي جوا الثانوي يعطينا سالب 10 في البعيد 2 يعني سالب 20، وي السالب مال القانون يصير موجب 20، اللي فوقه صفر في البعيد فيصير ناقص صفر. ذن كلهن نجمعهن نجري العمليات عليهن اللي هو 10 وسالب 3 7 زائد 20 27، فهذا المحدد يساوي لي 27. هسه نجي إلى طريقتنا إحنا، إذا كان المحدد من أي درجة، إذا كان المحدد من أي درجة شلون راح نتعامل وياه ونحسب المحدد له، يعني بطريقة إذا واحد تدرب عليها هواي راح تكون سهلة جدا، أسهل من الطرق اللي ماخذها سابقا وأسرع أيضا، لأنه تعتمد على حساب المحدد 2 في 2، تعتمد على حساب المحدد 2 في 2. فعندنا هي طريقة تخفيض الرتبة صراحة، هي طريقة تخفيض الرتبة أو أنا سميتها طريقة الاختزال لحساب المحددات، طريقة الاختزال لحساب المحددات. هذه الطريقة شنو؟ هذه الطريقة كالآتي، تيجي تاخذ العناصر يعني المحدد إذا قلنا هو أي وأخذنا نفس الأرقام يعني 2 بصفر 1 صفر 1 سالب 2 3 بصفر 5، فتيجي تاخذ العناصر القطر الرئيسي ثابتة، عناصر القطر الرئيسي تثبت عدة يعني حتى لا غيرنا بالأرقام، بس شوية غيرنا يعني لو تنتبهون عليه، شو ياخذ؟ ياخذ الواحد على واحد على الأي واحد واحد، يعني هذا دائما ياخذ هذا يقسم عليه هذا فيصير واحد على اثنين. أس شنو؟ أس الدرجة، الدرجة ايش قد؟ الدرجة هي ثلاث لأن هي مربعة، فناخذ رقم واحد 3 ناقص 2 دائما، يعني الدرجة الآن ناقص 2 يعني 1 على منو؟ على أي واحد واحد، قسمنا 1 على 2 أس 3 ناقص 2، هاي 2 ثابتة، ناقص 2 ثابتة، لكن هذه 1 على 2 منين جبناها؟ 1 على أي واحد واحد اللي هو هذا اللي هو من المصفوف، هاي وحدة. 2 شو نسوي؟ نسوي راح تصير عندنا محدد مصفوف 2 في 2، محدد مصفوفه 2 في 2 يعني كانت 3 في 3، هسه لازم تظهر عندي 2
في اثنين. شلون تظهر هاي العناصر الأربعة؟ يعني اثنين في اثنين أربع عناصر، فشلون راح تظهر هذه العناصر أربعة؟ هذه العناصر أربعة راح تظهر، شلون راح تظهر هاي العناصر؟ تبع عليه. أجي آخذ أول عنصر، أول صف وهي الصف الثاني، الصف الأول وهي الصف الثاني. شنو هذا الصف الأول والصف الثاني؟ آخذ كل أربعة سوية، أعتبرهم مصفوفة اثنين في اثنين، يعني ذولا أول ما آخذ. زين شو يصير يعني؟ اثنين صفر واحد صفر. أوجد لهم الموحد اللي هو الرئيسي، رئيسي ناقص الثاني. ايش قد يطلع؟ اثنين. راح يطلع اثنين. زين. هذا أول عنصر. بعدين اثنين بصفر، هاي اثنين بصفر. أثبتها. ألغي هذا. وآخذ الأربعة اللي وراهم راح يصيرون، يعني يصير اثنين صفر هذا ثبت، واحد بناقص واحد وياه، وأوجد المحدد. أوجد المحدد يعني راح يصير ناقص أربعة ناقص صفر، يعني ناقص أربعة. بعدين ألغي الصف الثاني، خلصت من الصف الثاني خلصنا. أجي أخذ الصف الثالث، إذن الأول والثالث، الأول والثالث. أما أخذ أربعة، أخذ أربعة اللي هي ظاهرات عندي، اللي هن اثنين بصفر ثلاثة بصفر. أوجد المحدد، يطلع عندي قد؟ يطلع عندي صفر. زين. بعد ألغي هذا الصف الثاني، العمود الثاني العفو، يبقى عندي العمود الثالث، يعني يصير عندي اثنين بواحد ثلاثة بخمسة، يصير عشرة ناقصا ثلاثة يعني سبعة. صارت عندي، صارت عندي مصفوفة اثنين في اثنين، لكن بيش مضروبة؟ مضروبة بنصف. اس ايش قد؟ ثلاثة ناقص اثنين، ثلاثة ناقص اثنين واحد، يعني نصف، يعني مضروبة في نصف. اوجد لها المحدد، اثنين في اثنين، اوجد لها المحدد، وراح يصير 14 على اثنين يعني سبعة. اعتقد احنا خطأنا من حسبنا سابقا، يعني لو نحسب سابقا بحسابنا الاعتيادي اعتقد اكو خطأ عندنا كان. بس راح نعيده هذا، يعني شلون حسبنا راح نعيده، بس لازم تنتبهون عليه شوي. المحدد مال هذه المصفوفة اللي هو اثنين صفر واحد، وعدنا صفر واحد سالب اثنين، وثلاثة بصفر بخمسة. نجي نحسب الرئيسي اللي هو عشر زائد ثانوي والبعيد صفر زائد صفر زائد اللي جوا الرئيسي والبعيد صفر ناقص الثانوي، لا اللي جوا الثانوي صفر، وأيضا هذا صفر، فيصير عشرة ناقص ثلاثة سبعة. إذن سبعة مو 27، خطأنا سابق، يعني ما ضربنا في صفر، ضربنا في واحد سابق. فالمهم ما حدد هاي المصفوفة سبعة. هسه نعيد طريقتنا، نعيد الطريقة مالتنا. قلنا شو نسوي؟ هنكتب المحدد اللي عندنا ونعيد الطريقة شوي شوي. صفر بواحد، صفر واحد سالب اثنين، وثلاثة صفر بخمسة. هذا المحدد. شو نسوي؟ تبع عليه. أول ما نقسم على أي واحد واحد، من هو أي واحد واحد؟ اثنين، فيصير واحد على اثنين. أس، أس منو؟ أس أن ناقص اثنين. الآن من هو؟ لأن ثلاثة درجة، فيصير ثلاثة ناقص اثنين واحد. هنكتب ثلاثة ناقص. هسه نجي أول شيء ايش ناخذ؟ ناخذ أول أربعة اللي هن، يعني راح يصير هذه العناصر مالته عبارة عن محددات، عبارة عن محددات. كل عنصر عبارة عن هذا محدد، هذا محدد، اثنين في اثنين كله، بيصير أربع عناصر عندي. يعني هذا محدد مالت من؟ مال اثنين بصفر هنا. لاحظوا وياي، اثنين بصفر ثبت، اثنين بصفر ثبت. هذا اثنين بصفر، خط الأول، الصف الأول والصف الثاني. هسه بالبداية ايش عندنا نوزع عليه؟ نوزع عليه العناصر اللي وياه، اللي هو
صفر بواحد اخذه وياه، واحد بسالب اثنين، واحد بسالب اثنين. اللي جوه هسه الغي الصف الثاني دول، خلصت منه، اخذ الصف الاول والثالث، الاول والثالث، شو يصير؟ يصير اثنين بثلاث، وهنا ايضا اثنين بثلاث. من العناصر اللي وياه صفر بصفر، وهنا واحد بخمس، واحد بخمس. فايش راح يصير عندنا؟ هذا الناتج مالته ايش قد؟ اثنين. وهذا الناتج العنصر اللي وياه صفه راح يصير عندنا سالب اربعه، سالب اربعه. هذا صفر لان عنده عمود كله صفاره فصفر. هذا ايش قد يطلع عندي؟ يطلع عندي 10 ناقص 3 يعني 7. فايش قد راح يطلع؟ راح يطلع الآتي، راح يطلع نصف ناقص واحد، اثنين بناقص أربعة بصفر سبعة. أحسب أضرب الرئيسي ناقص الثانوي فيطلع 14 تقسيم اثنين يطلع سبعة. إذن أنا اختزلت ثلاثة في ثلاثة، خليتها اثنين في اثنين، خليتها اثنين في اثنين، صارت عندي مصفوفة اثنين في اثنين، صارت عندي مصفوفة اثنين في اثنين، وحسبتها وحسبت الأرقام مالتها طلعت عندي بهالشكل هذا. بعد هذه تكون سهلة، اللي هي الرئيسي حاصل ضرب الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي. طبعا هذا كله مضروب بيش بالعدد اللي راح تضربه أنت هنا، العدد اللي راح تضربه هنا. يجي واحد يقول يا بي لو عندي مصفوفه هي نفسها هاي، ودير بالك هذا الكلام اللي راح اسولفه ما موجود بالمحاضره، يعني هي نفس المصفوفه السابقه، مثلا صفر بواحد بصفر، اثنين بصفر بثلاثه، عندنا واحد بسالب اثنين بخمس، واحد سالب اثنين خمس. تلاحظ بأن هي نفس المصفوفة السابقة نفسها، لكن مكان العمود الأول صار الثاني ومكان الثاني الأول، يعني هذا وهذا العمود تبدله، هذا العمود الأول تبدله. زين، شنو المشكلة؟ ما عندنا مشكلة نحسب، لا عندنا مشكلة بهذه الطريقة. ليش؟ لأن أنا إيش قايل؟ قايل واحد على أي واحد واحد، أي واحد واحد هنا إيش قد يساوي لي؟ أي واحد واحد هو صفر، فواحد على صفر ما يصير. فبهاي الحالة شو اسوي اذا كان اي واحد واحد صفر؟ اجي اشوف في نفس الصف، في نفس الصف الموجود به هذا اي واحد واحد، يعني الصف الاول جاي اقصد، من اللي ما يساوي صفر؟ عندي هذا ما يساوي صفر، ابدل هذا العمود من مكان هذا العمود. يعني راح يصير عندي، راح يصير عندي لو ارجع، يصير عندي اثنين بصفر بثلاث، صفر بواحد بصفر، واحد بناقص اثنين خمس. هسه من واي واحد واحد صار عندي هذا، لكن بيش اضرب المحدد في سالب، ينضرب المحدد في سالب. اذا تبدل احد الاعمده مكان عمود ثاني، او تبدل صف مكان صف ثاني، ينضرب المحدد في سالب، ينظر في سالب. وهذا المحدد الجديد هو مصفوفتنا السابقة مثل ما تذكرون اللي هي محددها سبعة، إذن محدد هاي المصفوفة هو ناقص سبعة. ليش طلعت ناقص سبعة؟ لأنه هاي المصفوفة جاي أسولف على هاي اللي هي بها أي واحد واحد صفر. ممكن تبديل عمود بمكان عمود؟ نعم ممكن تبديل عمود بمكان عمود. زين، أكو سؤال ثاني اللي هو هل ممكن بأنه يكون صف ما ألقي بي، يعني كلها أصفارها، هاي كلها اصفار؟ نعم ممكن. زين، بهاي الحاله شو راح احسب المحدد بهاي الطريقه؟ لا، بهاي الحاله راح يكون من السهل حساب المحدد. ليش؟ لان حسب خاصيه تقول اذا المحدد باحد الصفوف اصفاره، كل عناصره، كل عناصر اصفاره، فهذا راسا مباشره اقول يساوي صفر، بعد ما كده احسب، لا بهاي الطريقه لا بغير طريقه، اقول من خواص المحددات
محدد هاي المصفوفه اللي بيها الصف الاول كل اصفاره يساوي صفر، وانهي الاشكال هذا. زين، هسه لو اجينا ناخذ مثلا 4 في 4، ناخذ 4 في 4 معناها راح نختزله لمن؟ الى 3 في 3، وبعدين نختزله الى 2 في 2 ونحسبه. كل هاي راح تعطيني ارقام مضروبه قدامه راح نستفاد منها في حساب المحدد، في حساب المحدد. اذا خلينا ناخذ مصفوفه اللي هي 4 في 4. 4 في 4 راح تكون مثلا عندنا 2 1 0 سالب 1 و0 0 0، عندنا ايضا 5 0 0، 3 ناقص 4 0، 3 ايضا 1 1. هاي 4 في 4 راح نختزلها الى 3 في 3. 3 في 3 شلون راح نختزلها 3 في 3؟ تبع علي. اولا راح نضربها بواحد على اي واحد واحد، اي واحد واحد ايش قد؟ 2. اس ايش قد؟ اس الدرجه 4 ناقص 2، الدرجه اللي هي 4 ناقص 2. في محدد ب 3 في 3، كل وحده من العناصر 2 في 2، بس هو يعني هنا ثلاث عناصر وهنا ثلاث عناصر. شو نثبت؟ نثبت ذن العنصرين بالبدايه من الصف الاول والثاني، ذن العنصر في كل المحدد يعني 2 بصفر. سو بعد محدد 2 بصفر، بعد محدد 2 بصفر، خلاص. شو اخذ وياه؟ من العناصر اللي وياه؟ عناصر اللي وياه اول مره 1 ب 5، بعدين 0 ب 3، بعدين سالب 1 ب 3، فهاي كلها عناصر ويا راح اخليها اللي هي 1 ب 5، بعدين 0 ب 3، بعدين سالب 1 ب 3. انزل للعمود الثاني، من نزلت للصف الثاني العفو هذا الصف الغي بعد خلاص، ابدي الصف الاول والثاني اما كامله والغي، ابدي الصف الاول يعني الاول ثابت، الصف الاول ثابت ما بي وين الصفوف. هسه اذا الصف الاول والثالث ايش راح يصير؟ الصف الاول والثالث ايضا 2 بصفر، هم يثبت 2 بصفر على كل المحددات. كم محدد عندي؟ 3 في 3 يعني 2 بصفر، 2 بصفر، 2 بصفر. من اللي وياه؟ الارقام اللي وياه، الارقام اللي وياه 1 بصفر وصفر بسالب 4 وسالب 1 بواحد، سالب واحد بواحد. منين جبتهم ذني؟ لان انتبه عليه على الصف الاول والثالث، هذا الثالث هذا الاول. اثنين بصفر ثبت، من اللي وياه قلنا 1 بصفر، صفر سالب 4 سالب 1 بواحد، خلص الصف الثاني. الدور نبدي بالصف الاخير، نبدي بالصف الاخير، نبدي بهذا. هذا ايش راح يكون عندي؟ ايضا ثبت، لغينا هسه خلص الصف الثالث، ثبت الصف الاول والاخير اللي هو الرابع، يعني هم 2 بصفر، 2 بصفر اول عمود 2 بصفر على كل المحددات، العفو 2 بصفر هنا ايضا 2 بصفر. من اللي وياه؟ وياه 1 بصفر، 1 بصفر، 0 بصفر، سالب 1 بواحد. اذا 1 بصفر، 0 بصفر، سالب واحد بواحد. نجي نحسبهن، يعني 4 ناقص 2 بالبداية 2، نصف أس 2 ربع، معناها ربع في المحددات هاي كلها نحسب اللي هي 2 في 2، فحسابها سهل. يعني هذا ايش راح يكون؟ 2 في 5 10 ناقص 0 10، وهكذا للبقية. فراح يكون المحدد راح يطلع لي محدد يساوي لي ربع في المحدد الآتي، 10 6 6 0 بناقص 8 ب2 0 0 ب2. هذا المحدد نبدي الدور هم نختزل هذا،
ثلاثة في ثلاثة هم نختزله، ثلاثة في ثلاثة أيضا نختزله. يجي واحد يقول لا ما أريد أختزله، أنا مباشرة أريد أحسب ثلاثة في ثلاثة، أنا أعرف أحسبه، أحسبه وأضربه في ربع، هذا غير المحدد مضروب في ربع، أحسب المحدد وأضربه في ربع، ماكو مانع، أحسب المحدد وأضربه في ربع. وإذا تريد تختزله هم ممكن تختزل هذا المحدد. إذن خلينا نختزله، هذا المحدد اختزلناه، طبعا الربع ثابت هذا ما له علاقة. نيجي إلى واحد على أي واحد واحد، اللي هو واحد على عشرة أس درجة اللي هي ثلاثة ناقص اثنين. بس من جديد أبدأ هذا المحدد، نبدي نخلي المحددات مالتنا أربعة راح يصير، لأنه هو اثنين في اثنين. فنبدي ناخذ عشرة بصفر، وهنا أيضا عشرة، عشرة بصفر. من الويا؟ الويا ستة بناقص ثمانية، خذيتهم من الصف الأول والثاني ذني، وستة واثنين. اللي بعده عشرة بصفر، أيضا عشرة بصفر. اللي ويا ستة بصفر وستة باثنين، منين أخذتهن؟ أخذتهن الصف الأول والثاني، الصف الأول والثاني خذت ذني ثبتتهن، بعدين أخذ ستة ناقص ثمانية ستة باثنين، لغيت الصف الثاني، بديت عشرة بصفر أذن، أخذت وياهن ستة بصفر ستة باثنين، صار عندي العناصر. أحسب المحددات الصغار و نحسب الأس اللي هو ربع راح يصير في واحد على عشرة في المصفوفة اللي هي ناقص ثمانين بعشرين صفر بعشرين. هسه صار عندي مصفوفة اثنين في اثنين، محدد مالته سهل، الرئيسي ناقص الثانوي، بمعنى راح يصير عندي واحد على أربعين في العفو في ناقص 160. هذا راح يطلع المحدد عندنا حسب بأي طريقة راح يطلع عندك ناقص 4. يعني لو أعطيتك بالامتحان 5 في 5 راح تختزلها إلى 4 في 4، 4 في 4 بعدين تختزلها إلى 3 في 3، بعدين تختزلها إلى 2 في 2، بعدين تحسب، يعني حساب لحد ما توصل 2 في 2. إذا وصلت 3 في 3 حسبتها ماكو مانع، ماكو مانع، وتضربها بالرقم اللي هو واحد على اي واحد واحد اللي ناتج عندك، يعني الرقم المضروب الناقص. فهذه الطريقة هي طريقة أنا شفتها يعني طريقة سهلة وممكن حساب بيها أي محدد من أي درجة. يعني أتمنى بأنه على الدرس القادم تكونوا متهيئين لحساب أي محدد أي مصفوفة، لأنه إن شاء